مساء الخير على الجميع، نتمنى أن تكونوا حضراتكم بصحة جيدة وظروف جيدة. يسعدنا أن نقدم محاضرة اليوم، المحاضرة السادسة من سلسلة محاضرات دبلومة قواعد التأهيل للسلك الدبلوماسي والقنصلي. كنا قد تطرقنا سابقا في المحاضرات السابقة على 5 محاور رئيسية، وهم المفاوضات في العلاقات الدولية، المحور الأول الخاص بالتحولات الجيوسياسية ومستقبل المفاوضات في العلاقات الدولية، وتأثير الجيوبوليتيك على العلاقات الدولية في عالم متغير، بالإضافة للمحور الثاني وهو تحليل المقال السياسي عن كيفية كتابة المقال السياسي في اللغة العربية وكيفية كتابة المقال السياسي في اللغة الأجنبية. وحضرنا أمس المحور الثالث الخاص بالقانون الدولي العام والمنظمات الدولية، الخاص بالمدخل في القانون الدولي العام المعاصر ومدخل في المنظمات الدولية والإقليمية، الذي سيحاضرنا اليوم دكتور عمر حسين بوشعالة، عضو هيئة تدريس قسم العلاقات الدولية والدبلوماسية بجامعة بنغازي الحديثة بدولة ليبيا الشقيقة. سيحاضرنا اليوم عن مدخل المنظمات الدولية وأساسيات عمل المنظمات الدولية والإقليمية، وأسلم له محاضرة اليوم وأسلم له القاعة. يتفضل ببدء المحاضرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عبده ورسوله. محاضرتنا اليوم سوف تكون على المنظمات الدولية والإقليمية، وسوف تنقسم هذه المحاضرة إلى 3 محاور رئيسية، وهي المحور الأول نشأة المنظمات الدولية، والمحور الثاني المنظمات الدولية الأمم المتحدة المدرجة، والمحور الثالث والأخير والمنظمات الإقليمية. وسوف نلقي على مسامعكم 4 منظمات إقليمية فيما بعد. طبعا المنظمات الدولية مثل أي أجسام أو منظمات أو دول تنشأ، ضروري من أن يكون لها نشأة، وهذه النشأة للمنظمات الدولية مرت ب3 مراحل رئيسية، وهي المرحلة الأولى، وهي مرحلة ما قبل إنشاء عصبة الأمم، وهي شاهدت مجموعة من المؤتمرات شاهدت مجموعة من المؤتمرات والمعاهدات والاتفاقات الدولية التي مهدت إلى وجود مثل هذه المنظمات الدولية. وكانت أول معاهدة اللي هي معاهدة وستفاليا 1648. هذه المعاهدة جت نتيجة لتغول الكنيسة في روما وفي أوروبا، واستخدمت سلطتها الدينية بسببها، أدى إلى ظهور حركات تطالب بالإصلاح الديني في أوروبا، الأمر الذي جعل إلى انقسام دول أوروبا إلى فريقين، فريق داعم للكنيسة وسلطته، وفريق يطالب بالاستقلال عن هذه السلطة. فكانت حرب استمرت هذه الحرب الإصلاح ضد الفريق المؤيد 30 سنة، من 1618 إلى 1648، وانتهت هذه الحرب بإبرام معاهدة صلح سميت بمعاهدة وستفاليا ب 1648، والتي وضعت أساس جديد للقانون الدولي الحديث. استخدمت لأول مرة من هيئات الجماعة الدولية للاجتماع والتشاور وحل المشاكل على أساس المصلحة المشتركة. كما أفرزت أو أقرت هذه المعاهدة مبدأ المساواة بين الدول المسيحية. أيضا أقامت نظام السفارات الدائمة بين الدول، والأخذ بفكرة التوازن الدولي كعامل للمحافظة على السلم الأوروبي. ثم بعد ذلك جاء مؤتمر فيينا 1800 1816، وسمي بالحلف المقدس.
يعتبر طبعا مؤتمر فيينا اللبنة الأولى التي سبق ظهور المنظمات الدولية بمعنى الحديث، حيث كانت تهدف إلى إيجاد السبل الكفيلة لإيجاد السلام في الكامل في أوروبا والعالم في مواجهة قوة نابليون وتوسعه. طبعا عقد المؤتمر هذا كل من روسيا وبيلاروسيا والنمسا، وأكدوا فيه على ضمان استمرار الحكم الاستعماري في ذلك الوقت والوقوف ضد كل الثورات لمكافحة الاستعمار، أيضا ضمان تحقيق هذه السياسة التي كانت أفرزها مؤتمر فيينا، واتفقت كل من إنجلترا وبريطانيا وروسيا والنمسا على إنشاء حلف يشبه الحلف المقدس اللي هو مؤتمر فيينا الأول، وسمي بالوفاق الأوروبي في 2011-1815، وانضمت إليهم فيما بعد فرنسا. يهدف هذا المؤتمر إلى تحسين الأمن الأوروبي ووحدة المصلحة الأوروبية والحفاظ على سلامة أوروبا وحل النزاعات بطريقة سلمية. فعلا كان لهذا الحلف دور كبير في العلاقات الأوروبية ومنع نشوء كثير من الحروب في القارة الأوروبية منذ عقده إلى نهاية الحرب العالمية الأولى. نأتي شيء آخر في المرحلة الأولى وهو اتحاد الدول الأمريكية. أيضا هذه طبعا المؤتمرات والاتحادات والمعاهدات سبقت نشأة المنظمات الدولية. الاتحاد الدولي الأمريكي كان نتيجة للتقارب بين الدول الأمريكية أو دول أمريكا ونضالها ضد الاستعمار الأوروبي. ظهرت تكتلات أو تكتل أمريكي يدعو إلى اتحاد دول قارة أمريكا، وخاصة بعد تصريح رئيس أمريكي عام 1923 الذي كان له أثر البالغ في السياسة الدولية وتطور العلاقات بين أوروبا وأمريكا، حيث تضمن الدول الأمريكية استقلالها وعدم السماح لأي دولة أوروبية بالتدخل في شأنها الداخلي للدول الأمريكية أو احتلال جزء منها. ثم بعد ذلك نظام لاهاي، طبعا جاء نظام لاهاي الحضاري يمثل خطوة إيجابية وتقدم ملحوظ عن المؤتمرات الأوروبية، حيث أسهم في حل المشاكل الدولية واتجاه إلى تدوين الفروع الرئيسية للقانون الدولي وصياغة القوانين عفوا التسوية السلمية للنزاع. أيضا عقد مؤتمر لاهاي عام 1891 وأواخر 1907، كانت مؤتمر لاهاي يعقد في جلسات متنوعة. أيضا المؤتمر الأول لاهاي عام 1901 و1891 وغلب عليه الطابع الأوروبي، أما الثاني فقد شاركت فيه 44 دولة من بينهم مجموعة من الدول الأمريكية. خلال هذا المؤتمر توصل المجتمع الدولي لأول مرة إلى إرساء أول جمعية عامة كما أنشئت بموجبه محكمة العدل الدولية. أيضا عندنا يعني آخر شيء في المرحلة الأولى اللي هو الاتحاد أو الاتحادات الدولية. ظهرت العديد من الاتحادات الدولية ساهمت في تشكيل وظهور المنظمات الدولية، اهتمت بالمشاكل الغير سياسية وكان من نتاج واقع حياتها واحتياجاتها، ونذكر منها الاتحاد البريد العالمي، اتحاد السكة الحديد، المكتب الدولي للصحة العالمية، الاتحاد التلغراف. كل هذه الاتحادات تضمنت مع بعضها وحددت اختصاصاتها وعقدت مؤتمر أوروبي، ثم بعد ذلك نظام لاهاي السابق. واستمرت عجلة تطور المنظمات الدولية في القرن العشرين بسرعة، وهذه نتيجة لعدة من أسباب نذكر منها ضرورة التعاون التقني بين الدول الأوروبية، توفير الإرادة السياسية للتنظيم المجتمع الدولي وليس فقط المجتمع الأوروبي، نجاح تجربة المؤتمرات والاتحادات ونضجها، والتطور التكنولوجي الذي يعتمد على التعاون والتنظيم الدقيق، زيادة الوعي الفردي والقوة بالهيمنة المنظمات خاصة بعد ظهور عصبة الأمم. المرحلة الثانية من المراحل اللي شهدتها إنشاء المنظمات الدولية هي مرحلة إنشاء عصبة الأمم. طبعا تعتبر عصبة الأمم أول منظمة سياسية ذات طابع عالمي تتمتع بشخصية دولية، وهي البذرة الأولى للمنظمات العالمية المعروفة اليوم
بعدما شاهد العالم من ويلات آثار الحرب العالمية الأولى عام 1914 إلى 1918، دعت الدول إلى ضرورة قيام منظمة دولية تهدف إلى التشجيع والتعاون بين الدول والحد من التسلح وتحقيق الأمن والسلم الدوليين. شايف الصوت واضحه؟ واضح ألو، دكتور، واضح واضح؟ معلش. واضح واضح. طبعا قلنا هدفت هذه المنظمة إلى التشجيع والتعاون بين الدول والحد من التسلح وتحقيق الأمن والسلم الدوليين لجميع الدول ومنع استخدام القوة في حل المشاكل والنزاعات. طبعا اجتمعت الاجتماع التأسيسي لعصبة الأمم، وكان يضم كل من فرنسا وأمريكا، وثم وضعت مشروع عصبة الأمم الذي تم إقراره من قبل الدول المشاركة في مؤتمر فرنسي لعام 1919، ووضعت موضع التنفيذ عام 1920. كما شهدت هذه الفترة يعني ظهور العديد من المنظمات السياسية والإقليمية تهدف إلى حل المشاكل التي تنشأ بين أعضائها وتحقيق مصلحة أو المصالح المشتركة. بالرغم من كون عصبة الأمم ساهمت في حل العديد من المشاكل والنزاعات الدولية، إلا أنها فشلت أهم مشكلتين واجهنا، هو العدوان الياباني والعدوان الإيطالي على الحبشة في عام 1936، وعليه فشلها في تحقيق أهم مبدأ من مبادئها، ألا وهو تحقيق السلم والأمن الدوليين. فكانت الحرب العالمية الثانية عام 1939 هي نهاية عصبة الأمم. المرحلة الأخيرة من مراحل نشوء المنظمات الدولية، وهي مرحلة إنشاء منظمة الأمم المتحدة بعد الخراب الذي ألحقت به الحرب العالمية الثانية والمأساة التي طالت البشرية، جمعاً فكر المجتمع الدولي في إنشاء هيئة دولية أخرى تعمل على تحقيق السلم والأمن الدوليين. فكانت الأمم المتحدة عام 1945، وقد عقدت العديد من الاجتماعات تمهيداً لإنشائها وإقرار ميثاقها. وأضاف إلى المنظمة الدولية، فقد شهدت هذه المرحلة ازدياد مطرود المنظمات الدولية ألو ألو تفضل دكتور، احنا اسفين عن العطل، في عطل فني حصل قطع صوت حضرتك، احنا اسفين جدا وتمت معالجته، وتقدر حضرتك تتفضل تستكمل المحاضرة. تفضل. بعد ذلك نأتي إلى تعريف المنظمات الدولية. بعد ما أنهينا المراحل الثلاثة التي سبقت ظهور المنظمات الدولية، نأتي إلى تعريف المنظمات الدولية وعناصرها. طبعا يعود مصطلح المنظمات الدولية إلى معاهدة فرنسي لعام 1919، والتي تضمن أول مرة هذا المصطلح للتعبير عن هيئة ما بين الحكومات. كما استخدمت المنظمات الدولية في ميثاق عصبة الأمم ودستور منظمة العدل الدولية، وأيضا النظام الأساسي للمحكمة الدولية. هناك من يعرف المنظمات الدولية أو المنظمة الدولية هي هيئة تتفق مجموعة من الدول
على إنشائها للقيام بتحقيق أغراض مشتركة فيما بينها. وهناك العديد من التعريفات التي سعى بعض البحاث والكتاب إلى إصدار تعريفات فيها. فهناك من عرف بأنها هيئة دولية دائمة تتمتع بالإرادة الذاتية والشخصية القانونية الدولية، تتفق مجموعة من الدول على إنشائها كوسيلة من وسائل التعاون الاختياري بينها في مجال أو مجالات معينة يحددها الاتفاق المبني للمنظمة. أيضا هناك من عرف على أنها جهاز تعاون بين الدول أو شراكة تتبع أهداف ذات فائدة مشتركة عن طريق هيئة مستقلة. أيضا هناك من عرف بأنها هيئة دائمة ذات إرادة ذاتية مستقلة، تتفق الدول على إقامتها لممارسة اختصاصات معينة ينظمها الميثاق المبني له. أيضا هناك من عرف بأنها واتفاق مجموعة من الدول على إنشاء لقيام مجموعة من الأعمال ذات أهمية المشتركة، وتمنح الدول الأعضاء اختصاصات ذاتية مستقلة يكفل ميثاق الهيئة وتحديد أغراضها والمبادئ الرئيسية. طبعا عناصر المنظمات الدولية، أي منظمة دولية تقوم على 4 عناصر رئيسية، وهي عناصر الاستمرارية أو الدوام، أيضا الأهداف المشتركة والإرادة الذاتية والصفة الدولية. فيما يخص أول عنصر اللي هو عناصر استمرارية أو الدوام للمنظمة الدولية، وهو عنصر ضروري لوجود أي منظمة دولية، هذا ما يميزها عن المؤتمرات الدولية، لأن هذا الأخير المؤتمر ينعقد لغرض معين ثم ينقضي، فهو عريضة مؤقتة والحكم من عناصر الديمومية المراد إلى طبيعة المصلحة المشتركة التي تراعيها المنظمة، فهي مصلحة مشتركة. أيضا الاستمرارية في المنظمات الدولية تقتضي بأن تتمكن المنظمة الدولية بوصفها كيان قانوني مستقل من أن يباشر اختصاصات المنوط بها بصفة مستمرة ودائمة، كما يقضي عنصر الدوام أن تتمتع المنظمة بقدر من التنظيم يمثل في وجود عدد من الأجهزة التي تتولاها مباشرة اختصاصات المنظمة، وأن تكون بعض هذه الأجهزة أو إحداها في حال التمكن من الانعقاد في أي لحظة. العنصر الثاني وهو الإرادة الذاتية، تخضع طبعا المنظمات الدولية لإرادة الدول والتي يتم التعبير عنها في الاتفاق المنشأ للمنظمة، وتظهر هذه الإرادة عن طريق الاحتراف لها باختصاصات والأعمال. أيضا العنصر الثالث وهو عنصر الأهداف أو الصفة، خلينا الصفة الدولية، والمقصود هنا هو أن يتم تأسيس المنظمة الدولية من قبل كيانات تتبع بوصفها الدولة الكاملة السيادة، وتقوم كل حكومة أو دولة باختيار من يمثلها في هذه المنظمة. العنصر الأخير من عناصر المنظمات الدولية وهو الأهداف المشتركة، تقوم المنظمات الدولية على تحقيق فائدة مشتركة للدول الأعضاء فيها، وتكون هذه الفائدة أما أن تكون سياسية أو اقتصادية أو ثقافية، وتحدد هذه الأهداف ثم يتم عادة في المواثيق المنشئة لها، حيث أن المنظمات الدولية ليست غاية في حد ذاتها بل هي وسيلة لتحقيق الأهداف. عندي تصنيف وأنواع المنظمات الدولية، طبعا تصنيف المنظمات الدولية تصنف إلى 4 أنواع، من حيث منظمات دولية من حيث نطاق طبيعتها، ومنظمات دولية من حيث الاختصاص، ومنظمات دولية من حيث السلطة والصلاحيات أو السلطات والصلاحيات، ومنظمات دولية من حيث طبيعة العضوية فيها. فيما يخص المنظمات أو تصنيف المنظمات من حيث نطاق طبيعتها، فهي تنقسم إلى يعني نوعين من المنظمات، أما أن تكون منظمات عالمية وهي التي تكون نطاق عضويتها مفتوحة لجميع دول العالم الراغبة في الانضمام إليها مثل عصبة الأمم أو هيئة الأمم المتحدة، أما أن تكون منظمات إقليمية
وهي التي تضم عدد محدود من الدول ترتبط بعضها بالبعض برابط معين، مثل رابط ديني أو رابط جغرافي أو رابط دول جوار أو لغة، حيث اختلفوا حتى الفقهاء في تحديد طبيعة هذه الروابط، حيث يرى يعني كثير من المفكرين في علم السياسة وعلم القانون أن البعض يرى بأن هذا النوع من الرابطة هو متمثل في القرب الجغرافي. النوع الثاني من نوع تصنيف وأنواع المنظمات من حيث الاختصاصات، وتنقسم إلى نوعين هي كذلك: المنظمات العامة، وهي التي تعد أو تعددت اختصاصاتها لتشمل كافة مظاهر العلاقات الدولية مثل القضايا السياسية والأمنية والتنمية والاقتصاد والحقوق الإنسان والبيئة وإلى آخرها. فالأمم المتحدة مثلا لا يقتصر نشاطها على الجوانب المتعلقة بالأمن وحفظ السلم، بل يتعدى ذلك لتشمل خصائصها في اختصاصاتها في المجال الاقتصادي والاجتماعي والثقافي. المنظمات الأخرى من هذا النوع أو التصنيف اللي هي المنظمات المختصة، فيقتصر نشاطها على تحقيق التعاون بين أعضائها في اختصاصات بعينها أو مرفق من المرفقات الدولية التي تحددها المعاهدة المنشئة، كمنظمة التجارة العالمية أو منظمة العمل الدولي أو منظمة الصحة العالمية. النوع الثالث من أنواع وتصنيفات المنظمات الدولية، وهو من حيث منظمة دولية من حيث السلطات والصلاحيات، وينقسم هذا النوع إلى ثلاث أنواع من المنظمات. هناك منظمات استشارية، ويقتصر دورها على تبادل الخبرات والمعلومات بين الأعضاء، حيث تعتبر قراراتها غير ملزمة في وجه أعضائها. النوع الآخر هي منظمات ما بين الدول، وهي منظمات الهدف الرئيسي من تكوينها هو التنسيق والتشاور ما بين دول الأعضاء، وتتمتع بعضها ببعض السلطات الذاتية في مجال التشريع والتنفيذ والقضائي، غير أن أعمالها هي أيضا غير ملزمة للدول. أيضا النوع الثالث من أنواع السلطات والصلاحيات اللي هو منظمات فوق الدول، وهي التي تتمتع بسلطة قوية في مواجهة الدول الأعضاء، حيث لا يقتصر دورها على التنسيق ما بين السياسات الدول الأعضاء، بل تمارس رقابة على نشاط هذه الدول بشكل قد يؤثر حتى على تشريعاتها المحلية لهذه الدول، منها الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي، مجلس التعاون الدول الخليجي وغيرها من المنظمات الأخرى. النوع الرابع والأخير من تصنيفات وأنواع المنظمات الدولية، وهي المنظمات من حيث طبيعة العضوية، وهي المنظمات الدولية الحكومية، وهي المنظمات التي لا تضم في عضوتها سوى الدول كجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي. فهذه المنظمات الدولية الحكومية مقصورة مثلا على الدول العربية فقط، اللي هي جامعة الدول العربية. النوع الآخر هي المنظمات الدولية غير الحكومية، وهي التي لا تدخل الدول في تأسيسها أو تكوينها، إنما تكون ذلك من خلال عضوية الأفراد كشركة متعددات الجنسية، كمنظمة أطباء بلا حدود، مراسلين بلا حدود، منظمة مراقبة حقوق الإنسان. هذه المنظمات تسمى غير حكومية لأنها يتم عضوية فيها عن طريق الأشخاص وليس الدول. عندنا النوع الأخير اللي هو المنظمات نطلق عليها المنظمات الهجين أو المنظمات المختلطة، وهي المنظمات التي يكون باب العضوية فيها مفتوح للدول والجماعات الفردية والشركات المتعددات أو متعددة الجنسية. عندي شيء الأخير في المحور الأول، وهو العضوية في المنظمات الدولية. طبعا المنظمات الدولية كما أسلفنا هي هيئة أو تنظيم يخضع لمجموعة من القواعد تتعلق بإنشاء وبنشأة وأهداف وأجهزة المنظمة ونظام العضوية فيها. حق العضوية في المنظمات الدولية قاصر أساسا على الدول كاملة السيادة، لأنها وحدها التي تستطيع أن تتحمل الالتزامات الناتجة عن هذه العضوية، وهي وحدها التي تملك التعبير عن إرادتها. فالمنظمات الدولية العالمية يعني العضوية فيها كالأمم المتحدة، عضويتها مفتوحة لجميع دول العالم بغض النظر عن موقعها الجغرافي، معتقداتها، المذهب، طالما
إنها دولة كاملة السيادة وتستطيع أن تلتزم بالميثاق، فترى المنظمة اللي هي الأمم المتحدة بأنها قادرة على تنفيذ هذه الالتزامات. أما المنظمات الإقليمية فهي محدودة العضوية، ويشترط فيها انطباق شروط العضوية على الدول طالبة العضوية من حيث المعيار الجغرافي أو المعيار المذهبي. فجامع الدول العربية لا تقتصر عضويتها إلا على الدول العربية، أيضا الاتحاد الأفريقي لا يقبل في عضويته إلا الدول الواقعة في ضمن القارة الأفريقية والجزر المجاورة للقارة، وهي 24 جزيرة. والعضوية في المنظمات الدولية قد تكون عضوية أصلية للدول التي تؤسس المنظمة الدولية، أي التي شاركت في وضع ميثاق المؤسس للنظام للمنظمة. ومثال على ذلك الدول التي شاركت في مؤتمر سان فرانسيسكو والذي وقع على ميثاق وصدقت عليه 51 دولة، وأيضا منظمة الوحدة الأفريقية التي اشتركت في مؤتمر أديس أبابا عام 1963 وعددها 32 دولة، وأيضا في جامعة الدول العربية التي شاركت في مؤتمر الإسكندرية عام 1945 وعددها 7 دول. هذه دائما تسمى الدول التي ساهمت في إنشاء هذا الميثاق، دائما يطلق عليها بأنها تكتسب العضوية الأصلية. وقد تكون العضوية بالانضمام أو الانتماء إلى المنظمة الدولية، وتأخذ هذه العضوية شكلين. الصورة الأولى اللي هي العضوية العادية التي تتمتع فيها أو يتمتع فيها العضو بكافة حقوقه ويتحمل كافة الالتزامات التي يترتب عليه من المعاهدة المنشأة للمنظمة، أو الصورة الثانية اللي هي العضوية المنتسبة ولا تمنح للدولة المنتسبة كافة حقوق العضوية العادية إلا ولا تتحمل كافة الالتزامات. هكذا قد نكون قد انتهينا من مدخل إلى المنظمات الدولية، وتعرفنا على كيف نشأت المنظمات الدولية، أو ما هي المؤتمرات والمعاهدات والاتحادات التي سبقت نشأة المنظمات الدولية، ثم تعرفنا على التعريف والعناصر والتصنيفات والعضوية. نأتي الآن إلى المحور الثاني، وهو المنظمات الدولية، ومنهم نتعرف على منظمة الأمم المتحدة، وسوف نتطرق في هذا المحور إلى تعريف الأمم المتحدة وعناصر الأمم المتحدة والأهداف والمبادئ، ونتعرف على العضوية في الأمم المتحدة. طبعا إن قيام الأمم المتحدة هو حصيلة توافق عام بين الدول المتحالفة وخاصة الدول الكبرى منها، وقد برز هذا التوافق من خلال مشاورات رسمية واجتماعات سنوية مهدت لقيام المنظمة الأممية ووضعت الأسس اللازمة الجديدة التي تعمل لخدمة البشر. عندي هنا نشأة منظمة الأمم المتحدة. طبعا تأسست الأمم المتحدة في أعقاب الحرب العالمية الثانية بسبب ما خلفته الحرب من دمار كبير، فأصبح العالم يطمح إلى سلام، ونتيجة لذلك عقد مؤتمر سان فرانسيسكو في الفترة الواقعة ما بين 25 من شهر نيسان إلى 26 من شهر حزيران لعام 1945، حيث اجتمع فيه ممثلي 50 دولة، وضعوا الدستور للأمم المتحدة مكون من 111 مادة، وتم التوقيع عليه في يوم لاحق. ويعد هذا الدستور ميثاق الأمم المتحدة التي وقعت عليه 51 دولة، وتنتمي اليوم إلى الأمم المتحدة كل دول العالم تقريبا. ومن الجدير بالذكر بأن في 24 من شهر تشرين الأول لعام 1945 أعلنت الأمم المتحدة رسميا، وأصبح الكيان قائم بحد ذاته ويحتفل بذكرى تأسيس كل ويحتفل بها في كل عام بتأسيس ذكرى الأمم المتحدة. طبعا الأمم المتحدة اتخذت مقرها بمدينة نيويورك الأمريكية. طبعا تعرف هيئة الأمم المتحدة بأنها هي عبارة عن برلمان دولي من خلال الجميع العام المنظمة
التي تمثل شعوب العالم، وفي نفس الوقت هي ليست بالحكومة العالمية التي تضع القوانين، بل إنها توفر سبل المساعدة على حل النزاعات الدولية وصياغة السياسات المتعلقة بالمسائل التي تمس البشرية. ويمكن أيضا أن يعرف المنظمة الدولية أو منظمة الأمم المتحدة التي تضم في عضويتها أغلبية الدول المستقلة في العالم وتهدف إلى تحقيق العدالة والتأكيد على أهمية حقوق الإنسان الأساسية وإنقاذ الأجيال القادمة من الحروب والكوارث، كما تهدف إلى تحقيق معيار أفضل للحياة. لعل أحد يسأل ما هي أهداف ومبادئ الأمم المتحدة؟ طبعا تتكون أهداف الأمم المتحدة من 4 عناصر فقط، وهي تعزيز علاقات الألفة والمودة بين الأمم، جعل هيئة الأمم المتحدة مرجعية للتنسيق في الأعمال الخاصة بالأمم، الحفاظ على الأمن والسلام على المستوى العالمي، وتعزيز التعاون الدولي لحل ما يواجهها من تحديات ثقافية أو اقتصادية أو إنسانية أو اجتماعية. وهناك بعض العلماء حاولوا أن يحصروا أهداف الأمم المتحدة في شيئين، وهو الحفاظ أو حفاظ السلم وحفاظ الأمن والسلم الدوليين. المبادئ التي تقوم عليه الأمم المتحدة من أهم مبادئها حسب الميثاق، حسب ما ورد في الميثاق الذي يتكون من 111 مادة، وهو حل النزاعات والخلافات باستخدام الوسائل السلمية، تحقيق المساواة بين الأعضاء جميعا، الحرص على الالتزام الدول غير الأعضاء بالمبادئ التي تقتضي الحفاظ على الأمن والسلم على مستوى العامة. وهذه المادة وضعت قبل أن تنضم الدول، فالميثاق وقعته 51 دولة، فلذلك حرصوا على أن تكون هذه المادة موجودة، وحرص على الدول الغير أعضاء. الآن دول العالم كلها عضو، اللي هي 193 دولة الآن كلها تتمتع بعضوية في الأمم المتحدة. أيضا المبدأ الآخر هو الابتعاد عن التهديد باستخدام القوة أو حتى استعمال ضد استقلال دول سياسيا أو سلامة أراضيها. أيضا المحافظة على سيادة الدول وعلى أراضيها. أيضا الحرص على التزام الدول الأعضاء بما يتوجب عليهم بحسب الميثاق. أيضا مساعدة الأمم المتحدة ومعاونتها من قبل الدول الأعضاء في الأعمال التي تتخذها بموجب هذا الميثاق. طبعا نحن لما نتحدث عن الأمم المتحدة وتعريفها وأهدافها ومبادئها، ضروري نتعرف على الأجهزة أو أجهزة هيئة الأمم المتحدة. وأجهزة هيئة الأمم المتحدة حوالي 6 أجهزة، طبعا للأمم المتحدة 6 أجهزة، والتي تم إنشائها جميعا في عام 1945 بالتزامن مع تأسيس الهيئة. تقع مقر 5 دول من هذه اللجان الستة أو الأجهزة الخمسة في مقر رئيسي للأمم المتحدة بنيويورك. أما الجهاز السادس وهو محكمة العدل الدولية فيقع في مدينة الهايغ في هولندا. وهذه الأجهزة هي: أول جهاز نتعرف عليه اللي هو الجمعية العامة، وهو الجهاز المسؤول عن وضع السياسات والتمثيل في الأمم المتحدة، وهو جهاز ذو امتيازات التمثيل العالمي. إن لأعضاء البالغين الآن 193 دولة تمثل فيها جميعا، علما بأنه في أيلول سبتمبر من كل عام في كل عام تتجمع الدول الأعضاء والكثير من الرؤساء الذين يلقون كلمات والنقاشات العامة التي تعقد في الجمعية العامة حول قضايا مهمة مثل السلام والميزانية والأمن وقبول عضوية دول جديدة، حيث تصدر قرارات الجمعية يعني قرارات الجمعية العامة تصدر بموافقة أغلبية ثلثي الأعضاء، بينما يتم إصدار القرار ذات العلاقة بالقضايا الأخرى بتأييد الأغلبية البسيطة. ومن الجدير بالذكر أن رئيس الجمعية العامة يشتغل منصب لمدة عام واحد، حيث يتم انتخاب رئيسها بشكل سنوي. الجهاز الثاني اللي في الأمم المتحدة وهو الأمانة العامة، وهو جهاز يتكون من العديد من الموظفين الدوليين الذين يعملون في المقر الرئيسي في الأمم المتحدة وفي جميع أنحاء العالم، بهدف إنجاز الأعمال اليومية المتعددة والتي تشمل عدة قضايا، منها إعداد البحوث المتعلقة
بالحقوق الإنسان، أيضا إدارة العملية السلام، أيضا اهتمام بالقضايا الاجتماعية والاقتصادية وخدمة الأجهزة الأخرى للهيئة وإدارة السياسات والبرامج الموضوعة من قبلها. ومن الجدير بالذكر أن الأمانة العامة يترأسها الأمين العام الذي يجرى تعيينه لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد من قبل الجمعية العامة، يعني 5 سنوات ثم بعد ذلك قابلة للتجديد 5 سنوات أخرى عن شرط أن تقبل الجمعية العامة بذلك باعتماد على توصية من مجلس الأمن. يعني ال5 سنوات الثانية هتكون من قبل الجمعية العامة بشرط أن يتم الاعتماد على التوصية من مجلس الأمن. الجهاز الثالث اللي هو في الأمم المتحدة وهو مجلس أو المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وهو الجهاز المسؤول عن التنمية المستدامة وتنسيق الأعمال الاجتماعية والاقتصادية وما يرتبط بها من مهام الأمم المتحدة والمؤسسات والوكالات المختصة، بالإضافة إلى أنه مسؤول عن 9 لجان فنية و14 وكالة مختصة و5 لجان إقليمية، يعني بنسبة تبلغ 70% من موارد الهيئة المادية والبشرية التي تشمل كل ما سبق. الجهاز الآخر وهو أخطر هذه الأجهزة ونظرا لضيق الوقت يعني لا نستطيع أن نفصل فيه كثيرا، ولكن سوف نمر عليه ونحاول أن نستفيد بأهم ما فيه، وهو مجلس الأمن. ومجلس الأمن هو المسؤول بشكل مباشر عن حفظ السلام والأمن في العالم، حيث يمتلك كل دولة عضو تمتلك في عضويتها البالغ 15 عضو، يعني يمثل كل عضو من أعضائه البالغين عدده 15 صوتا واحد، علما بأن المجلس يتولى المبادرة لحل النزاعات بالطريقة السلمية. أما في بعض الحالات فإنه قد يلجأ إلى فرض عقوبات قد تصل إلى استخدام القوة بهدف الحفاظ على السلم والأمن. ومن الجدير بالذكر أن رئيس المجلس اللي هو مجلس الأمن يتم انتخابه من قبل الأعضاء كل شهر بالتناوب فيما بينه. المجلس الخامس اللي هو مجلس الوصايا، وهو المجلس المسؤول عن الإشراف الدولي يعني على 11 إقليم تشمل الوصايا، حيث أن هناك 7 دول من الأعضاء مسؤولة عن هذا المجلس. ومن الجدير بالذكر أن مهمة المجلس قد اكتملت، لأن الأقاليم التي كانت تحت الوصاية المجلس حصلت على استقلالها وحكمها الذاتي بحلول عام 1994، وهي بذلك لا ينعقد إلا حينما اقتضت الحاجة إلى ذلك. الجهاز الأخير في مجلس الأمم المتحدة اللي هو محكمة العدل الدولية، وهي تقع في لاهاي الواقع في هولندا وتعتبر الجهاز القضائي الرئيسي لهيئة الأمم المتحدة، حيث أن من مهامها إصدار الأحكام، تسوية النزاعات بين الدول الأعضاء، وحل المشاكل بالطرق السلمية. أيضا نأتي على العضوية في الأمم المتحدة، يعني بمعنى ما هي العضوية وكيف تتم العضوية وأنواع العضوية. طبعا بموجب الميثاق في الأمم المتحدة فإن عضوية المنظمة مفتوحة لجميع دول العالم المحبة للسلام والتي تقبل الالتزامات الواردة في ميثاق الأمم المتحدة. الشيء الذي أريد أن أنوه عليه لأن هناك التزامات من كل دولة للأمم المتحدة، يعني في حتى التزامات مالية اللي هو الاشتراك في الأمم المتحدة، والوقت لا يسعنا بأن نتحدث عليه. في حالة أن الدولة تأخرت سنتين فسوف لا تسقط عضويتها، ولكن تعلق العضوية إلى أخير الالتزام بالتزاماتها المالية. طبعا في دخول أي دولة للأمم المتحدة يجب أن توافق على الالتزامات الواردة في الأمم المتحدة، وخصوصا المالية والسياسية، لأن هناك كيف المحكمة ومجلس الأمن يعني يتدخل في بعض القضايا في الحرب، ويستطيع أن يستخدم القوة في بعض الأحيان أو الحالات.
طبعا العضوية اتفقنا بأنها هي مفتوحة أمام جميع دول العالم المحبة للسلام التي تقبل بالالتزامات الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، والتي ترى المنظمة أنها قادرة على تنفيذ هذه الالتزامات. تقبل العضوية في الأمم المتحدة بقرار من الجمعية العامة، حدثنا منذ قليل عن الجمعية العامة، فأي دولة ترغب في الانضمام تقدم إلى الجمعية العامة، تقبل الجمعية العامة بناء على توصية من مجلس الأمن، وفيما يلي موجز لإجراء المتابعة. طبعا تقدم الدولة هنا الإجراءات، الدولة التي تريد أن تقدم للأمم المتحدة أو تدخل في عضويتها، تقدم الدولة طلبا إلى الأمين العام، ورسالة تتضمن تصريح رسمي بأنها تقبل الالتزامات الواردة في الميثاق. ثاني شيء، ينظر مجلس الأمن في الطلب، ويجب أن يتحصل أو يعني يتحصل أي توصية بقبول انضمام على أصوات إيجابية، 9 أصوات في المجلس من أصل 16. يعني أي دولة يقبل طلبها لازم يكون إن حصلت 9 أصوات إيجابية من 15 صوتا، بشرط أن لا يصوت أي من دول الدائمة العضوية الخمسة، واللي تملك الحق الفيتو، اللي هي الاتحاد الروسي، الصين، فرنسا، المملكة المتحدة البريطانية، والولايات المتحدة الأمريكية ضد الطلب. يعني 9، يجب أن لا يكون واحد من دول الخمسة امتنع عن التصويت. أيضا الشيء الآخر، في حالة التوصية اللي صدرت من مجلس الأمن بقبول انضمام، تتقدم أو تقدم التوصية إلى الجمعية العامة لينظر فيها، ويجب الحصول على أغلب ثلثين في التصويت الجمعية العامة لقبول الدولة الجديدة. بعد ذلك تصبح الدولة نافذة بتاريخ اعتماد قرار قبولها في الجمعية العامة. السؤال الذي يطرح نفسه هنا، هل يمكن إقصاء دولة عضو من عضوية الأمم المتحدة؟ الإجابة، نصت المادة 6 من ميثاق الأمم المتحدة على ما يلي: إذا امتنع عضو من أعضاء الأمم المتحدة في انتهاك مبدأ أو مبادئ الأمم المتحدة أو مبادئ هذا الميثاق، جاز الجمعية العامة أن تفصلها من الهيئة بناء على توصية من مجلس الأمن. ولم يحدث هذا إطلاقا من عام 1945 إلى هذه اللحظة. أيضا تنص المادة 5 فيما يخص وقف عضوية الدول الأعضاء على أنها يجوز للجمعية العامة أن توقف أي عضو اتخذها مجلس الأمن قبلها عملا، أو اتخذ من يعني مجلس الأمن عملا من أعمال المانعة أو القمع عن مباشرة حقوق العضوية ومزاياها، ويكون ذلك بناء على توصية من مجلس الأمن، ولمجلس الأمن أن يرد لذلك العضو مباشرة في تلك أو بعد تلك الحقوق والامتيازات. هكذا قد نكون أنهينا المحور الثاني، وهو بإيجاز يعني على الأمم المتحدة، والتفصيل موجود في المنهج. نأتي إلى المحور الثالث والأخير، والذي هو نتعرف عليه على 4 منظمات إقليمية، اللي هي الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي وجامع الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي. طبعا نتعرف على الاتحاد الأوروبي، الفكرة والنشأة، ونتعرف أيضا على الأهداف ومبادئ الاتحاد الأوروبي، بعد ذلك شروط الانضمام والعضوية في الاتحاد الأوروبي، وأيضا نتعرف على هيكلية التنظيم في الاتحاد الأوروبي. طبعا مدخل للمنظمات الإقليمية، تحدثنا منذ قليل في تعريفنا للمنظمات الإقليمية، وقلنا بأن هي شكل من أشكال التنظيم الدولي بوجه عام. لذلك فقد أقر ميثاق هيئة الأمم المتحدة قيام تنظيمات إقليمية تعالج الأمور المتعلقة بحفظ السلم والأمن الدوليين، ما دامت هذه المنظمات الإقليمية تلتزم بنشاطها المقصود يعني ويتماشى مع مبادئ الأمم المتحدة. تضم المنظمات الإقليمية مجموعة من الأفراد والأشخاص من جنسيات مختلفة ومتعددة في نطاق جغرافي محدد. تعرف المنظمات الإقليمية التي تقتصر فيها العضوية على عدد
من الدول بعينها، بحيث لا يمكن اشتراك الدول الأخرى في عضويتها. وسوف نعرض بعض المنظمات الدولية، أو منظمات سوري المنظمات الإقليمية، منها طبعا الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي وجامع الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي. أول هذه المنظمات الإقليمية وهو الاتحاد الأوروبي. طبعا الاتحاد الأوروبي هي منظمة دولية للدول الأوروبية واتحاد اقتصادي سياسي يضم 28 دولة. قد تأسست بناء على معاهدة، هذه المعاهدة وقعت عام 1992، ولكن العديد من أفكارها موجودة منذ الخمسينات من القرن الماضي. ولكن في 31/1 عام 2020 طبعا انسحبت المملكة المتحدة منها بشكل رسمي، بعد أن صوتت 52% من الشعب اللي بعد أن صوتت 52% من الشعب البريطاني لمصلحة قرار خروج البلاد منها في عملية استفتاء شعبي تم في حزيران 2016، لتصبح دول الأعضاء الحالية في الاتحاد الأوروبي 27 دولة. طبعا الفكرة والتأسيس من الاتحاد الأوروبي، فقد مر قبل تأسيس الاتحاد الأوروبي مراحل مهدت الطريق لوجوده بالشكل الحالي. أولهم في عام 1950 حينما بدأت 6 دول أوروبية، هي بلجيكا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، لوكسمبورغ وهولندا، العمل بتشكيل المجموعة الأوروبية للفحم والصلب. فيما بعد في 25 آذار عام 1957 وقعت الدول اتفاقية روما، والتي سعت مجالات التعاون وسعت مجالات التعاون، وأصبحت المجموعة تحمل اسم المجموعة الاقتصادية الأوروبية، لتحول اسمها بعد ذلك للاتحاد الأوروبي بموجب اتفاقية وقعت بينهم. أما الولادة أو نشأة الفعلية للاتحاد الأوروبي فكانت بناء على اتفاقية معروفة في مدينة هولندية في يوم 25 مارس 1992، ودخلت حيز التنفيذ مطلع نوفمبر اللي هو تشرين الثاني عام 1993. صممت المعاهدة من أجل تحقيق وتعزيز التكامل السياسي والاقتصادي الأوروبي عن طريق توحيد العملة اللي هي اليورو، وكذلك توحيد السياسة الأمنية والخارجية، وتعزيز حقوق المواطنة والتعاون في قضايا الهجرة واللجوء والشؤون القضائية. أيضا الجميع يعلم بأن أوروبا لا يوجد لديها اتفاقية، وهي اتفاقية الأمن الجماعي. أيضا هذه الاتفاقية كملت في إنشاء الاتحاد الأوروبي في أحد أهم أهدافها، وهو توحيد السياسات الأمنية والخارجية للاتحاد الأوروبي لتقوية من الاتحاد الأوروبي، وحتى يعود الاتحاد الأوروبي في نفس السابق. طبعا يقوم الاتحاد الأوروبي على ركيزتين أساسيتين، هما دولة القانون والديمقراطية. وهو ليس دولة جديدة، بل بديل عن دول الاتحاد القائم ولا يشبه المنظمات الإقليمية الدولية الأخرى. تنازل أعضائها عن بعض شؤون سيادتها لمؤسسات الاتحاد التي تتمثل مصالح مشتركة ككل، وجميع القرارات والإجراءات المستمدة من المعاهدات الأساسية التي صدقت عليها الأعضاء. نأتي إلى أهداف ومبادئ الاتحاد الأوروبي. أولاً الأهداف، طبعاً أقرت معاهدة لشبونة في العاصمة البرتغالية 2007 وضعت أهداف إلى إصلاح المؤسسات الاتحاد الأوروبي وعملية صنع القرار فيها وحل محل الدستور الأوروبي. وحددت المعاهدة أهداف وقيم أهمها تعزيز السلم ورفاهية المواطنين أو مواطني الاتحاد الأوروبي، تسهيل الحركة والانتقال بين الدول الأعضاء دون قيود. ومن هنا حول الاتحاد الأوروبي جميع الحدود بين الدول، منع مواطني الاتحاد الأوروبي منح مواطني الاتحاد الأوروبي الحرية والأمن والعدالة من دون حدود داخلية، مع التحكم بالحدود الخارجية.
أيضا العمل من أجل التنمية المستدامة لأوروبا، تعزيز المساواة والعدالة الاجتماعية والسلم والأمن أو أمن الأرض، أيضا إنشاء اتحاد اقتصادي عملته اليورو. المبادئ التي قام عليه الاتحاد الأوروبي طبعا يعتمد نقل صلاحيات الدولة القومية إلى المؤسسات الدولية الأوروبية، ولكن تظل هذه المؤسسات محكومة بقدر الصلاحيات الممنوحة من كل دولة على حدة. لذلك لا يمكن اعتبار الاتحاد الأوروبي أنه اتحاد فيدرالي، حيث أنه ينفرد بنظام سياسي فريد من نوعه في العالم. ومن أهم المبادئ التي حددها الاتحاد الأوروبي الديمقراطية، حيث يعتمد هذا المبدأ على المشاركة الديمقراطية في جميع أنشطة أو جميع الأنشطة في مؤسساته. أيضا الشفافية، حيث يعتمد على المبدأ الشفافية على اتساب إجراءات الاتحاد بالشفافية. أيضا التعاون، وهو المبدأ الذي سمح للدول الأعضاء من زيادة تعاونها مع الدول الأخرى. والمواطنة، وهو حق الحق لكل مواطن في الدول الأعضاء، وهي تتضمن العديد من الحقوق ولا تؤثر على المواطن الأصلي لهم. شروط الانضمام والعضوية إلى الاتحاد الأوروبي. طبعا شروط الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، يجب أن تطالب الدولة من الدول الأوروبية بالعضوية، وأن تكون الدولة قادرة على تحمل الالتزامات السياسية والاقتصادية للعضوية، وأن تكون الدولة مستعدة لتطبيق قوانين الاتحاد الأوروبي، وأن تتحلى الدول الطالبة للعضوية بمبدأ الحرية والديمقراطية واحترام الإنسان وحريته وسيادة القانون. طبعا وضع مجلس الاتحاد الأوروبي في عام 1992 ما يعرف بمعيار كوفنهاغن للانضمام للاتحاد الأوروبي. عندنا طبعا الاتحاد الأوروبي هناك شروط سياسية. على الدولة المترشحة للعضوية أن تتمتع مؤسساتها مستقلة تتضمن الديمقراطية وعلى دولة القانون، وأن تحترم حقوق الإنسان وحقوق الأقليات. أيضا شروط اقتصادية، وجود نظام اقتصادي فعال يعتمد على اقتصاد السوق وقدرة على التعامل مع المنافس الموجود ضمن الاتحاد. شروط تشريعية، على الدول المرشحة للعضوية أن تقوم بتعديل تشريعاتها وقوانينها بما يتناسب مع التشريعات والقوانين الأوروبية التي تم وضعها وتباينها منذ تأسيس الاتحاد. الشيء الآخر، العضوية في الاتحاد الأوروبي، كيف تكون العضوية؟ طبعا تتقدم الدولة الراغبة في الانضمام بطلب عضوية إلى الاتحاد الأوروبي، الذي يطلب من المفوضية الأوروبية تقييم قدرة تلك الدولة على الاستفادة من المعاهدة. وإذا كان رأي المفوضية إيجابي، فإن المجلس يوافق على هذا القرار، ثم تبدأ بعد ذلك المفاوضة الرسمية على أساس كل موضوع على حدة. أنواع العضوية في الاتحاد الأوروبي، عضوية أصلية، طبعا تنقسم إلى عضوية أصلية وعضوية بالانضمام وعضوية والعضوية بالانتساب. طبعا العضوية الأصلية، وهي كما قلنا بأن هي الدول المؤسسة لأي منظمة أو أي اتحاد أو منظمة إقليمية أو منظمة دولية، دائما لما تجد عضوية أصلية يجب علينا أن نذهب إلى أن هذه العضوية لا يتمتع بها إلا المؤسسين للميثاق. وهنا في الاتحاد الأوروبي، العضوية الأصلية وهي العضوية التي تمنحها الدول الأوروبية المؤسسة للاتحاد الأوروبي. العضوية بالانضمام، وهي العضوية المفتوحة للدول الأوروبية فقط وفقا لشروط الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، فهي عضوية كاملة. العضوية بالانتساب، وهي عضوية مفتوحة أيضا للدول الأوروبية والغير أوروبية على حد سواء، ولكنها عضوية غير كاملة ناقصة العضوية. ويتمتع العضو الأصلي والعضو المنضم بكامل حقوق العضوية، أما العضوية المنتسبة فلا يتمتع بالتمثيل في مجلس الوزراء، ويجوز إيقاف عضويته أو عضوية أي دولة من دول المنضمة إلى الاتحاد الأوروبي في حالة ارتكاب مخالفة جسيمة لأحكام هذا الأساس، أو في حالة التخلف عن تنفيذ الالتزامات المالية.
ناتي إلى هيكلية أو هيكلية التنظيمية للاتحاد الأوروبي، أو ما هي أجهزة الاتحاد الأوروبي. طبعا يعتمد الاتحاد الأوروبي على التنظيمات، هي 7 مؤسسات. المؤسسة الأولى اللي هو البرلمان الأوروبي، وهو هيئة أو الهيئة البرلمانية للاتحاد، ويتكون من 751 عضوا يتم انتخابهم مباشرة من ناخبي الدول الأعضاء لمدة 5 سنوات، يتمتع بسلطة إقرار القوانين والموازنات وبصلاحيات الرقابة، ولكن لا يتمتع بحق اقتراح القوانين ومقره في فرنسا. أيضا مجلس الاتحاد الأوروبي، ويعد أهم هيئة تشريعية فيه، كما تشارك كل من دول الأعضاء في هذا المجلس بوزير مختص، و يعني ينقسم المجلس البرلمان الأوروبي الصلاحيات التشريعية والمسؤوليات على الموازنة الاتحاد الأوروبي، ويتناوب الدول على رئاسة كل 6 أشهر. الشيء الآخر اللي هي المفوضية الأوروبية، ومقرها الدائم العاصمة البلجيكية بروكسل، وهي هيئة سياسية كبيرة مستقلة تهتم بالمصلحة الإجمالية للاتحاد الأوروبي، تدافع عنه متجاوزة الحدود القومية، كما تتمتع بسلطة تقديم المقترحات لمختلف الأمور المشتركة والجماعية، وهي المسؤولة عن حماية الاتفاقيات وتراقب الالتزامات بالحقوق العامة المشتركة، كما تتمتع بصلاحيات السلطة التنفيذية، وتتمثل المصلحة وتمثل المصلحة الجماعية العليا للاتحاد أمام الأطراف الخارجية. هل في الاستماع؟ الجميع يستمع؟ طبعا دكتور، طبعا 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 تمام، دكتور، مستمعين حضرتك اتفضل. بارك الله فيك. الجهاز الآخر في الاتحاد الأوروبي وهو المجلس الأوروبي، طبعا تضع الخطوط السياسية العريضة للعمل الاتحاد الأوروبي، ويجتمع فيه رؤساء الدول والحكومات، إضافة إلى المندوب أو المندوبين أو المندوب الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية برئاسة رئيس المفوضية مرتين في السنة على الأقل. أيضا لدينا محكمة العدل للاتحاد الأوروبي، وهو جهاز قضائي يشرف على احترام التشريعات والقوانين الخاصة بالاتحاد، ويتكفل بتطبيقها ووضع تفسير موحد لكل دول الاتحاد. أيضا الجهاز الآخر البنك المركزي الأوروبي، ويمثل المصرف المركزي للاتحاد، وهو المسؤول عن تحديد الخطوط العريضة للسياسة النقدية في منطقة اليورو، ومقره في مدينة فرانكفورت الألمانية. أيضا لدينا جهاز آخر اللي هو محكمة المدققين الأوروبيين، وقد تم الاتفاق على تأسيسها عام 1975، وتأسس رسميا عام 1977، وهو يمتلك صلاحيات تدقيق البيانات المالية للاتحاد الأوروبي. هكذا قد نكون انتهينا من الاتحاد الأوروبي، وتعرفنا على النشأة والتأسيس، وتعرفنا على الأجهزة والعضوية ونشأتها. الآن نأتي إلى منظمة إقليمية أخرى، وهي تسمى بالاتحاد الأوروبي، وسوف نتطرق في الاتحاد الأوروبي، في الاتحاد الأفريقي، سوري، في الاتحاد الأفريقي، إلى نشأة الاتحاد الأفريقي، أيضا أهدافه ومبادئه ومؤسسات الاتحاد الأفريقي. طبعا نشأ الاتحاد الأفريقي عام 2001 بموجب قانون التأسيس الصادر في 2001، وهو منظمة متعددة الحكومات تعني بتعزيز التعاون في القضايا الاقتصادية والسياسية وغيرها في المجالات الصلح العام بين الدول الأفريقية، وقد بني على أساس قيم الديمقراطية والحكم الجديد وحقوق الإنسان. حل الاتحاد الأفريقي طبعا بدلا من منظمة الوحدة الأفريقية اللي هو
الاو اي يو، فطبعا انشئ المنظمه او انشئت المنظمه الوحده الافريقيه في 63، فالاتحاد الاوروبي حل محلها في العام 2001، وكانت اول دوله او كانت اول منظومه اقليميه تعنى بتحرير البلدان الافريقيه من الاستعمار. طبعا لما انشئت المنظمه الوحده الافريقيه انشئت من اجل القضاء على الاستعمار، لان يعني كانت الدول الافريقيه معظمها او اغلبيتها كانت مستعمره من الدول الاوروبيه خاصه، فانشئ هذا الجسم او منظمه الوحده الافريقيه لتحرير البلدان الافريقيه من الاستعمار والقضاء على الجريمه او جريمه الفصل العنصري وتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الاعضاء. وقد تم الغاء الاتحاد الغاء الاتحاد الافريقي عام 2002. نشأة الاتحاد الافريقي، طبعا جاءت نشأة الاتحاد الافريقي بمبادره من الرئيس الراحل معمر قذافي خلال القمه الافريقيه في مدينه سرت عام 1999. في عام 2000 وخلال عقد قمه افريقيه تم اعتماد قانون التأسيس للاتحاد الأفريقي. في عام 2001 اعتمدت الخطة لتنفيذ الاتحاد الأفريقي، وفعلا في عام 26 في يوم في 26 مايو من عام 2002 أعلن رسميا عن ولادة تأسيس الاتحاد الأفريقي كمنظمة أفريقية قارية لتحل بدلا أو محل منظمة الوحدة الأفريقية التي تأسست عام 1963 من أجل تعميق وتعزيز التعاون أو التضامن الأفريقي وحل القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية في إطار أفريقي بحث. عقدت أول قمة للاتحاد الأفريقي في الفترة من 8 و10 يوليو 2002 في جنوب أفريقيا. بعد إنشاء الاتحاد الأفريقي عام 2002 ازدادت عدد الدول الأعضاء إلى 53 دولة مستقلة. وفي عام 2011 انضمت جمهورية جنوب السودان لتصبح العضوية 54 دولة. أهداف نشأة الاتحاد الأفريقي والمبادئ التي يقوم عليها هذا الاتحاد. نأتي إلى أهداف الاتحاد الأفريقي. طبعا قام الاتحاد الأفريقي على تحقيق مجموعة من الأهداف والتي يتضمنها القانون التأسيسي للاتحاد، وهي تحقيق وحدة والتضامن أكبر، تضامن أكبر بين الشعوب والبلدان الأفريقية، الدفاع عن السيادة أو السيادة وسيادة الأراضي والاستقلال لكافة الدول الأفريقية، التعجيل بالتكامل السياسي والاقتصادي والاجتماعي لأفريقيا، تعزيز السلام والأمن والاستقرار في القارة الأفريقية، توطين النظام الديمقراطي ومؤسساته وتعزيز المشاركة الشعبية والحكم السديد، حماية حقوق الإنسان والشعوب وفق الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، كذلك المواثيق ذات الصلة، تهيئة الظروف الضرورية التي ستمكن القارة من لعب دورها المناسب في الاقتصاد العالمي والمفاوضات بين الدول، الإسراع بالتنمية أو بالتنمية القارة وخاصة عن طريق البحث في مجال العلم والتكنولوجيا. أما مبادئ الاتحاد الأفريقي فقد نصت المادة الرابعة من القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي على مجموعة من المبادئ التي يستند عليها عمل الاتحاد، وهي مبدأ المساواة والترابط بين الدول الأعضاء، احترام الحدود والمواثيق عند الاستقلال، إقامة سياسات دفاعية مشتركة ومنع استخدام القانون أو التهديد بين الأعضاء، عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة أي دولة عضو، وحقوق الاتحاد في التدخل أو حق الاتحاد في التدخل في الشؤون دول عضو عند وقوع ظرف خطير مثل جرائم الحرب والإبادة الجماعية، أيضا حقوق الدولة في طلب التدخل الاتحاد لإعادة السلم والأمن، احترام قدسية الحياة الإنسانية ورفض الإفلات من العقوبة والأعمال الإرهابية والأنشطة التخريبية، رفض وإدانة أي تعبير غير دستور تغيير غير دستوري للحكومات،
هذين جلهم كان مبادئ الاتحاد الأفريقي. نجد في المبادئ في الأهداف عادة في جميع المنظمات والدول الإقليمية دائما تسعى إلى تحقيق السلم والسلام والاستقرار. في المبادئ نجد أن كل دولة لها خاصية في المبادئ، فالاتحاد الأفريقي عانت دول الاتحاد الأفريقي كثيرا في الاستعمار والتخريب والعنصرية، فنجد جل هذه المبادئ تنص على هذه المواضع لكي لا تقع فيها مرة أخرى. أيضا نتعرف الآن على مؤسسات الاتحاد الأفريقي. يضم الاتحاد الأفريقي العديد من المؤسسات والأجهزة التابعة لها، أهمها هو مؤتمر الاتحاد اللي هو يسمى أو يعرف بالجمعية العامة، وهو مؤتمر رؤساء القارة الأفريقية الذي يعقد لدورة واحدة في العام، ويتألف من رؤساء الدول الأعضاء وحكومتها، ويتم فيها طرح الآراء من قبل رؤساء الدول الأفريقية ومراجعة ما تم في المؤتمرات السابقة. وهو الهيئة الرئيسية العليا للاتحاد الأفريقي، ويتم اتخاذ القرارات في الجمعية العامة الأفريقية بالإجماع أو بأغلبية ثلثي الأعضاء. المؤسسة الأخرى اللي هي أمانة الاتحاد، وهي لجنة تقوم بدور الأمانة العامة للاتحاد الأفريقي، تتكون من رئيس المفوضية الذي ينتخب لمدة محددة وعشر مفوضين، ومقر اللجنة الرئيسي في مقر المجلس الرئيسي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، ويقع على عاتق المجلس التنفيذي تحديد مهام ومسؤوليات الأمانة العامة والتنسيق وأولوياته. لدينا أيضا المجلس التنفيذي أو يسمى وزراء الخارجية، يتكون من وزراء الخارجية للدول الأعضاء، ويكون المجلس التنفيذي مسؤول أمام الجمعية العامة للاتحاد الأفريقي، حيث يقوم بإعداد القرارات للجمعية العامة لمناقشتها والموافقة عليها من قبل القادة الأفارقة. أيضا لدينا برلمان عموم أفريقيا، وهو أعلى سلطة تشريعية في الاتحاد الأفريقي، مقره في جنوب أفريقيا، ويعمل بشكل وثيق مع كل البرلمانات الأفريقية الأخرى ليصيغ التشريعات التي تقود القارة الأفريقية. يتكون البرلمان الأفريقي من 265 عضو يتم اختيارهم عبر الانتخاب من جميع الدول المكونة للاتحاد، بهدف تشكيل البرلمان أو يهدف تشكيل البرلمان إلى توفير مشاركة شعبية أو مشاركة الشعوب الأفريقية في صياغة التشريعات التي ترسم الاتحاد الأفريقي وتحدد توجهاته وأهدافه. محكمة العدل الأفريقية تم اعتماد البروتوكول الخاص لإنشاء هذه المحكمة في 2003، وينص قانونها التأسيسي على أن أنشأت نحن في انتظار دكتور حسين، دكتور عمر حسين بوشعالة. يبدو أن الإنترنت غير مستقر، ولذلك
أستأذن حضراتكم في الانتظار لعودة الدكتور مرة أخرى. فراغ، وهي لجنة ذات مهام رقابية. واضح صوت؟ واضح يا فندم، اتفضل، احنا بنستمع لحضرتك. تمام. وهي لجنة ذات مهام رقابية يعين لها سفراء من ذوي الخبرة من قبل الدول الأفريقية، ولديها اللجنة جدول زمني للاجتماعات. تقوم اللجنة بإعداد المهام للمجلس التنفيذي قبل أن يحال إلى الجمعية العامة. لدينا أيضا مجلس السلم والأمن الأفريقي، وهو جهاز تابع للاتحاد الأفريقي والمسؤول عن تنفيذ القرارات أو قرارات الاتحاد، وهو يشبه إلى حد ما مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، حيث يتكون مجلس الأمن السلم والأمن الأفريقي من 15 عضوا، وهو دولة منتخبة، منها 10 ينتخبون لمدة عامين وخمسة أعضاء لمدة 3 أعوام. ويتم انتخاب الأعضاء من قبل الجميع للاتحاد الأفريقي بحيث تعكس التوازن الإقليمي في القارة، فضلا عن معايير أخرى تتعلق بقدرة الدولة أو الدول الأعضاء في هذا المجلس على المساهمات العسكرية والمالية للاتحاد. المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وهو يهتم برعاية الاتحاد الأفريقي ومنظمات المجتمع المدني الأفريقية وتسجيلها في المفوضية الأفريقية، كما يقوم بتقديم الدعم المالي لهذه المنظمات والاتحادات الأفريقية بغرض تقليل اعتمادها على الدعم القادم من خارج الدول الأفريقية. عندي المؤسسات المالية للاتحاد الأفريقي. طبعا يهدف الاتحاد الأفريقي لتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول القارة وتوحيد العملة الأفريقية، وبذلك كان بحلول 2028. ولهذا الغرض تم تأسيس عدة مؤسسات أو العديد من المؤسسات النقدية والمالية التابعة للاتحاد الأفريقي، من بينهم البنك المركزي الأفريقي ومقره النيجر، وصندوق النقد الأفريقي مقره الكاميرون. عندنا الجسم الثالث أو المنظمة الثالثة، وهي منظمة أو جامعة الدول العربية. هل في الاستماع؟ الصوت واضح؟ معلش لو سمحتوا. واضح دكتور، اتفضل، احنا بنستمع تمام، واضح لحضرتك. دكتور، تفضل. تمام. لدينا جامعة الدول العربية، طبعا تعتبر هذه الجامعة بمثابة منظمة تحتوي على أعضاء من العديد من البلدان العربية الموجودة في القارتين اللي هي الأفريقية والآسيوية. لحظة بس. قامت هذه المنظمة بوضع ميثاق دكتور حسين، دكتور عمر، بعتذر، في صوت حضرتك غير واضح، نرجو من حضرتك معالجة الأمر.
لا يوجد صوت دكتور عمر، لا يوجد صوت لحضرتك. لا زالت مشكلة الصوت دكتور عمر. صوت صوت واضح كده، نعم واضح دكتور، الصوت واضح واضح. دكتور. تفضل دكتور. يلا، مش عارف المشكلة مني ولا منكم، لكن يلا مش مشكلة. احنا كنا نتحدث عن ميثاق جامعة الدول العربية، وقلنا بأن يحتوي العديد من الأهداف كالتنسيق بين أعضاء الدول العربية في المعاملات الاقتصادية المختلفة، كالبحث في العلاقات التجارية والأمور الاتصالات والعلاقات الثقافية ومجال الاجتماع والصحة وغيرها الكثير. تعتبر القاهرة المصرية مقرا حاليا لهذه الجامعة بعد أن دامت لمدة 11 سنة في تونس ثم رجعت. طبعا تأسس جامعة أو تأسست جامعة الدول العربية في سبتمبر أيلول عام 1943. بدأت المشاورات الثنائية بين كل من مصر والأردن وسوريا والعراق ولبنان والسعودية واليمن حول مشروع جامعة الدول العربية. وفي 25 سبتمبر أيلول عام 1944 عقد اجتماع في اسكندرية ضم مندوبي عن مصر وسوريا ولبنان والعراق وشرق الأردن والسعودية واليمن وغرب فلسطين. بعد 8 جلسات متوالية انحصر النقاش حول اقتراح رئيس الوفد العراقي نوري السعيد بتكوين مجلس الاتحاد لتنفيذ قراراته، إلا الدول التي وافقت عليه الدولة لم توافق عليه خوفا من التأثير على سيادة الدول الأعضاء. أصدر مندوبي العرب الذين حضروا اجتماعات اللجنة التحضيرية للمؤتمر العربي العام بإسكندرية، بروتوكول عرف باسم بروتوكول الإسكندرية، ينص على موافقتهم. ألو، الصوت واضح كي؟ واضح دكتور، تفضل. ألو، حضرتك سمعنا؟ تمام. طبعا عرف باسم بروتوكول اسكندرية عام اسكندرية ينص على موافقتهم على إنشاء جامعة الدول العربية، وهي بذلك تكون منظمة دولية إقليمية تقوم على التعاون الإداري بين دول الأعضاء. ويؤكد ذلك ما ورد في ديباجة الميثاق من أن الجمعية قد قامت بتثبيت العلاقات الوثيقة والروابط العديدة بين الدول العربية، وحرصا على دعم هذه الروابط وتوطيدها على أساس احترام استقلال تلك الدول وسيادتها توحيدها لجهود إلى ما فيه الخير للبلدان العربية القاطبة، وصلاحيات أحوالها وإصلاح أحوالها وتأمين مستقبلها وتحقيق أمانيها وأمالها واستجابة للرأي العام العربي في جميع أقطار الدول العربية. نأتي إلى نأتي إلى اختصاصات جامعة الدول العربية. طبعا تختص جامعة الدول العربية على الحفاظ على استقلال الدول الأعضاء، أيضا التعاون في الشؤون الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والصحية وغيرها، النظر في شؤون البلاد العربية ومصلحتها، تحرير
البلاد العربية غير المستقلة، التعاون مع الهيئات الدولية للأمن والسلم وتنظيم العلاقات الاقتصادية والاجتماعية، أيضا مبادئ جامع الدول العربية. نص بروتوكول الإسكندرية على المبادئ التالية أو الآتية: قيام جامع الدول العربية أو من أجل الاستقلال للدول العربية التي تقبل الانضمام إليها، ويكون لها مجلس يمثلها في الدول المشتركة على قدم المساواة. مهمة مجلس الجامعة هي مراعاة تنفيذ ما تبرمه الدول الأعضاء فيما بينها من اتفاقيات وعقد اجتماعات دورية لتوثيق الصلة بينها والتنسيق بين خططها السياسية، تحقيقا للتعاون فيما بينها والحفاظ على استقلالها وسيادتها من كل اعتداء بالوسائل السياسية الممكنة، والنظر بصفة عامة في شؤون البلدان العربية. قرارات المجلس ملزمة لمن يقبلها فيما عدا الأحوال التي تقع فيها خلاف بين الدولتين من أعضاء الجامعة، ويلجأ الطرفان إلى مجلس الفض النزاع بينهم. ففي هذه الأحوال تكون قرارات المجلس ملزمة ونافذة. لا يجوز الالتجاء إلى استخدام القوة لفض المنازعات بين دولتين من دول الجامعة، كما لا يجوز اتباع سياسة خارجية تضر بسياسة الجامعة الدول العربية أو أي دولة من دوله. يجوز لكل دولة من الأعضاء في الجامعة أن تعقد مع الدولة الأخرى من دول الجامعة أو غيرها اتفاقية خاصة لا تتعارض مع نصوص وأحكام هذا الميثاق وروحه. الاحتراف بسيادة واستقلال الدول المنظمة إلى الجمعية بحدودها القائمة فعليا. العضوية في جامعة الدول العربية، ولعل يسأل سائل ما هي العضوية في جامعة الدول العربية؟ نصت المادة الأولى من ميثاق الجمعية على أنه يحق لكل دولة عربية مستقلة الانضمام إلى جامعة الدول العربية. بعد تقديم طلبا بذلك يودع لدى الأمانة العامة الدائمة ويعرض على المجلس في أول اجتماع، ويعقد بعدم تقديم الطلب. وتنقسم العضوية في جامعة الدول العربية إلى العضوية الأصلية، وهي المنبثقة للدول العربية المستقلة السبعة التي وقعت على الميثاق، العضوية بالانضمام عن طريق تقديم طلب بذلك بعد توفر عدة شروط، منها أن تكون الدولة عربية ومستقلة. نأتي إلى فقدان العضوية في جامعة الدول العربية. لكل دولة عضو في جامعة الدول العربية الحق في الانسحاب من عضويتها بشرط إبلاغ المجلس الجامعة بذلك قبل سنة من تنفيذه، على أن تتحمل الدولة المنسحبة جميع الالتزامات المترتبة على الانسحاب، ولا يشرط المجلس عليها إيضاح سبب الانسحاب، في حين اشترطت فترة السنة لمحاولة معرفة هذه الأسباب ومحاولة إقناع الدولة المنسحبة بالعدول عن قرارها. كما يجوز للدول الأعضاء الانسحاب إذا تغير الميثاق أو لم يتوافق تلك الدولة تتوافق كلتا الدولة على هذا التعديل. وقر ميثاق الجامعة الدول العربية أيضا جواز فصل أي عضو لم يقم بتنفيذ الالتزامات العضوية التي حددها الميثاق، واشترط ذلك بإجماع أغلبية الأصوات، ولكن لم يوصد الباب كليا أمام الدول المفصولة، فيحق لها تقديم مرة أخرى طلب العضوية. وقد حدثت هذه أثناء وحدة مصر وسوريا وفي عام 1958 بعدما أصبحت الجمهورية العربية المتحدة، كذلك بعد الاتحاد بين اليمن الشمالية والجنوبية عام 1990 وقيام الجمهورية العربية اليمنية المتحدة. أما فقدان الدولة لسيادتها بالإكراه كما حدث بعد اجتياح العراق للكويت عام 1990، فإنها لم تؤثر على استمرار عضوية الكويت في الجامعة. نأتي إلى أجهزة جامعة الدول العربية. تتكون جامعة الدول العربية من 3 أجهزة فرعية رئيسية، وهي مجلس الجامعة. يتكون مجلس الجامعة من دول الأعضاء في الجمعية، ولكل دولة صوت واحد. مهمتها القيام بتحقيق أهداف الجمعية، يقوم بدور التوافق والتحكيم لتسوية المنازعات التي تنشأ بين دول الأعضاء.
اتخاذ التدابير للرد على أي عدوان على أي دولة عربية من دول الأعضاء، تعيين الأمين العام واعتماد الميزانية الجامعة. الأمانة العامة يرأسها الأمين العام الذي يتم تعيينه من قبل مجلس الجامعة بعد موافقة ثلثي الأعضاء. صلاحيته تعيين موظفين وترقياتهم، وضع خطط إدارية للجمعية ومتابعتها، دعوة مجلس الجامعة للإنعقاد، متابعة تنفيذ ما يصدر المجلس من قرارات. اللجنة الدائمة ومهمتها وضع قواعد التعاون، صياغة القواعد على شكل مشروع يعرض اتفاقا على مجلس الجمعية. إسهامات اللجنة الدائمة في تحقيق تعاون عربي كبير، وتوصلت إلى عدة اتفاقات في مجال مختلفة كالجنسية وتسليم المجرمين وتنسيق السياسات البترولية وبروتوكول معاملة الفلسطينيين في الدول العربية الصادر عام 1965. هل في الاستماع؟ الاستماع دكتور منتظرين حضرتك تمام تفضل. تمام تمام أخيرا وليس آخرا، سوف نتحدث عن مجلس التعاون الخليجي. طبعا مجلس التعاون الخليجي هو تحالف سياسي واقتصادي بين 6 دول تقع في الخليج العربي في منطقة الشرق الأوسط، وهي كل من السعودية والإمارات والبحرين وقطر والكويت وعمان، حيث تشارك هذه الدول بأهدافها والهوية السياسية الثقافية. والغاية من ذلك هو تعزيز العلاقة بين الدول الأعضاء وتحقيق الوحدة والتعاون بين مواطني الدول. جاءت فكرة وتأسيس مجلس التعاون الخليجي أو ظهرت هذه الفكرة على الساحة الإقليمية عام 1976، عندما زار الشيخ جابر صباح أمير الكويت دولة الإمارات العربية، وعقد مباحثات بهذا الشأن مع الشيخ زايد النهيان في محاولة لسد الفراغ الذي خلف خروج بريطانيا من الخليج العربي، وتكرر طرح الفكرة عام 1980 في قمة جامعة الدول العربية المنعقدة في الأردن. وأطلق المجلس التعاون الخليجي المكون من 6 دول عام 1981 اجتماعا في أبو ظبي للتباحث في إنشاء المجلس، وانتهى الاجتماع بالتوصل إلى الصيغة بين الدول المشتركة تهدف إلى تحقيق الوحدة بينهم عبر تحقيق التكامل والترابط بين تلك الدول في مختلف المجالات وعلى كافة المستويات السياسية والشعبية. شددت ذباجة النظام الأساسي للمجلس التعاون الخليجي على العلاقات الخاصة التي تربط بين الدول الـ6 والسمات المشتركة في النظام السياسي والاجتماعي، وكذلك وحدة الهدف فيما بينها التي تخدم أهداف الأمة العربية. أهداف مجلس التعاون الخليجي، يهدف مجلس التعاون الخليجي إلى العديد من الأهداف، منها تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولا إلى وحدته، تعميق وتوثيق الروابط والصلات وأوجه التعاون القائم بين شعوبها في مختلف المجالات، أيضا وضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين الاقتصادية والمالية والتجارية والجمركية وغيرها من الأنشطة الاقتصادية، دفع عملية التقدم العلمي والتقني في مجال الاقتصادي المختلف أو الاقتصاد المختلف عن طريق إنشاء مراكز بحوث علمية، إقامة مشاريع مشتركة وتشجيع التعاون القطاع الخاص. نظام المجلس التعاون الخليجي وسياسات المجلس، طبعا حدد النظام الأساسي للمجلس أهداف المجلس في تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولا إلى وحدتها، وتوثيق الروابط بين الشعوب، ووضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين. ومن أبرز نظام مجلس التعاون الخليجي هو المجلس الأعلى. يتكون المجلس الأعلى من عدة مجالس، على رأسها المجلس الأعلى الذي يضم رؤساء الدول الأعضاء ويمثل السلطة العليا في المجلس، والرئاسة فيه دورية بحسب الترتيب الأبجدي للدول الأعضاء، ويجتمع مرة واحدة في العام بشكل دوري مع إمكانية عقد اجتماع طارئ في حال دعوة إحدى الدول الأعضاء بتأييد دولة أخرى. تصدر قرارات المجلس بعد تصويت الدول الأعضاء الحاضرة التي يجب أن يزيد عن
لصحة التصويت. عندنا الشيء الآخر أو الجسم الآخر، المجلس الوزاري. يتكون هذا المجلس من وزراء خارجية 6 دول أعضاء أو ما ينوب عنهم، بالإضافة إلى الدورات العادية لانعقاد كل 3 شهور. فإن من الممكن عقد اجتماعات استشارية بدعوة أحد الدول الأعضاء، ويختص المجلس باقتراح ومتابعة السياسات والتوصيات التي من شأنها تطوير التعاون بين دول المجلس، وتحل القرارات التي يتخذها تحال القرارات التي تتخذها إلى المجلس الأعلى كتوصية لمن يمكن الموافقة عليه، ويختص كذلك بإعداد جدول أعمال انعقاد المجلس الأعلى وتهيئة الوضع للانعقاد. المؤسسة الأخرى هي الأمانة العامة، وتتلخص اختصاصات الأمانة العامة في إعداد الدراسات الخاصة بالتعاون والتنسيق والخطط والبرامج المتكاملة للعمل المشترك، أيضا إعداد التقارير الدورية عن أعمال المجلس ومتابعة تنفيذ القرارات، إعداد التقارير والدراسات التي يطلبها المجلس الأعلى أو المجلس الوزاري، والتحضير للاجتماعات وإعداد جدول أعمال المجلس الوزاري ومشروعات القرارات وغيرها من المهام. يتألف المجلس الإداري للأمانة العامة من أمين عام يعين المجلس لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، 5 أمناء مساعدين للشؤون السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية والإنسان والبيئة، ورئيس بعثة مجلس التعاون الدولي للخليج العربي. أيضا عندنا مدراء عامون قطاع الأمانة العامة وبقية الموظفين، يتم تعيينهم من قبل الأمين العام. يتمثل النظام الإداري للأمانة العامة في عدد من القطاعات المتخصصة والمساندة في الشؤون السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية والقانونية والمالية والإدارية. الخاتمة أو نختم هذه المحاضرة بأن المنظمات الدولية أصبحت تلعب دوراً مهماً في المجتمع الدولي، حيث غير ظهورها من طابع ومظهر العلاقات الدولية وكذلك المجتمع الدولي. لم تعد الدول هي الفاعل الوحيد في المجتمع الدولي، حيث أصبح هناك ما يسمى بالمجتمع المؤسسي للدول المعاصرة. استطاعت المنظمات الدولية من حل العديد من المشاكل التي تواجه المجتمع الدولي، الأمر الذي شجع على إنشاء على المزيد منها في شتى الميادين ووفقا لأهداف وغايات التي تصبو إليها، حيث أصبحت تكتسي اليوم أهمية بالغة باعتبارها مظهر جديد من التنظيم الدولي. في الختام نأسف على الإطالة، وأتمنى أن أكون أفدت واستفدت من هذه المحاضرة أنتم. بارك الله لكم وشكرا جزيلا على حسن الاستماع. نشكر دكتور عمر حسين بوشهادة على محاضرته مدخل في المنظمات الدولية والإقليمية ضمن حصص المحور الرابع في سلسلة محاضرات دبلومة قواعد التأهيل للسلك الدبلوماسي والقنصلي التي ينظمها المركز الديمقراطي العربي، متمنين التعاون معنا في لقاءات أخرى. شكرا دكتور حسين، دكتور عمر حسين، ونشكر الحضور الكريم للدبلومة، متمنين أن تكونوا قد استفدتم من محاضرة اليوم، على أن يكون لنا لقاء آخر قادم في المحور الرابع الموسوم بأساسيات العمل الدبلوماسي والقنصلي. نشكركم على حسن الاستماع ونعلن انتهاء المحاضرة.